أهلا بكم في حلقة جديدة نبدأها بأبرز المنشطات. اتفاق نهائي بين تحالف الفتح وعبد المهدي على أسماء المرشحين لما تبقى من الكابينة الوزارية. الداخلية للفياض وحسم مرشح الدفاع متروك لعادل عبد المهدي. تحالف الفتح يذهب باتجاه توزيع التنسيق مع سائرون والتصرف ككتلة أكبر في البرلمان والمضي باتجاه تشكيل الحكومة. النزاعات السياسية عطلت تشكيل الحكومة وإنهاؤها أمر ضروري يقول كوبيتش بعد لقاه السيستاني في النجف ويؤكد ضرورة أن لا يكون العراق ساحة مواجهة في ظل العقوبات على إيران. النفط يواصل الهبوط وسط مخاوف من تخمة في المعروض وخبراء اقتصاديون يشددون على ضرورة تعديل موازنة العراق المبنية على أساس 56 دولارا للبرميل. أهلا بكم. تطورات سياسية جديدة تعيد العلاقة بين سائرون والفتح إلى نقطة الصفر. اجتماع حاسم للعامري والفياض والمالكي مع عبد المهدي خرج باتفاق نهائي على موعد للتصويت على الوزارات الثمان المتبقية من تشكيلة عبد المهدي خلال 4 أيام. تؤكد المصادر بأن أطراف البناء تتجه للتصرف ككتلة أكبر داخل البرلمان العراقي والمضي بتشكيل الحكومة وتجاوز الاتفاق السابق مع سائرون في خطوة قد تهدد حكومة عبد المهدي كما ترجح المصادر السياسية ذاتها، لتفتح الباب أمام جملة من التساؤلات عن مصير الحكومة في ظل الانقسام بين أكبر كتلتين برلمانيتين. هل ستلجأ كتل تحالف الإصلاح إلى المعارضة إذا ما أعلن تحالف البناء الأغلبية السياسية داخل البرلمان؟ وهل يجوز قانونيا إعلان الكتلة الأكبر بعد شهر من تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على أستاذ العلوم السياسية الأستاذ مناف الموسوي. سيد مناف أهلا بك معنا. اجتماع أنهى التنسيق مع سائرون، تحالف البناء يريد أن يتصرف ككتلة أكبر، أي مأزق سياسي يدخل العراق؟ أست نوار، في البداية أحييك، لا أعلم لماذا تصرين الآن يعني تعطيني عنوان أستاذ العلوم السياسية، أنا مدير مركز بغداد دراسات استراتيجية. شكرا للتصحيح. المهم ست نوار، اعتقد ان العامل الجديد او اللاعب الجديد ما بعد 2018 يتمثل في وجود او دخول العامل الشعبي كعامل رئيسي مؤثر في عمليه صناعه القرار. الان التوجه او الحديث او المحاوله الحديث عن انه من هي الكتلة الأكبر لا يعني شيء، لا بالنسبة داخل البرلمان ولا خارج البرلمان، لأن الأمور الآن تسير ضمن سياقات قانونية. البعض يحاول أن يهدد من أجل تمرير بعض الشخصيات أو بعض القطاعيات السياسية والحصول على وزارات معينة، وهذا ما ترفضه كتلة الإصلاح وما ترفضه سائرون وما يرفضه السيد مقتدى الصدر. بالتالي يعني عملية التلويح بالتصويت داخل البرلمان باعتقادي هي يعني لا تمثل الخطر الأكبر، لأن بالنتيجة البناء يعلمون أن يعني ليس الصراع هو من يحدد حجم أو أهمية أو قدرة الكتلة الفلانية على اتخاذ، بقدر ما أن يعني ما حدث في عملية ما يطلق عليه بحرب التغريدات أو صراع التغريدات يعني كانت إشارة واضحة إلى محاولة إشراك القواعد الشعبية أو إشراك المواطنين. نعم. أو الحديث كما يقال على المكشوف، من هو الذي يريد أن يستغل
سواء كان الوضع السياسي أو يستغل المناصب ويحولها إلى قطاعيات سياسية. من يريد أن يغير أن يوقف الإصلاح، من يريد أن يتمسك بالامتيازات الشخصية والامتيازات الحزبية والامتيازات المكوناتية، ومن يبحث عن مصلحة المواطن، من يريد أن يبني عراقا جديد، من يريد أن يكون حكومة مهنية، حكومة تكنوقراط، حكومة بعيدة عن بعيدة عن التأثيرات الحزبية والمكوناتية. وبالتالي أنا أعتقد حتى وإن قامت البناء أو حاولت أن تمرر بعض الأسماء التي يعمل الضاغط الخارجي أو يصر الضاغط الخارجي على أن تكون متواجدة داخل هذه الحكومة، لكن بالنتيجة أنا أعتقد أن القول ستكون للإرادات الشعبية، للتظاهرات الشعبية، لعملية رفض العملية السياسية. يعني سيد مناف، نحن نتحدث اليوم عن رفض سياسي سياسي قبل أن يصل إلى الشارع العراقي، قلت العودة إلى مفهوم الكتلة الأكبر اليوم لا يعني شيء لأننا في حكومة قانونيا تسير بالشكل الصحيح. دعني أستوضح هذه النقطة بالتحديد من ضيفي السيد طارق المعموري الخبير القانوني. سيد طارق أهلا بك معنا. هل فعلا لا نستطيع العودة لتسمية الكتلة الأكبر؟ وما الحكم القانوني فيها؟ وماذا سيحصل بالحكومة الحالية إذا ما عدنا إلى مفهوم الكتلة الأكبر؟ مساء الخير سيدتي لك ولمشاهدي الشرقية أخي الزميل مناف. مصطلح الكتلة الأكبر ورد مرة واحدة فقط في المادة 76 أولا من الدستور، التي نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا. فقط في هذه النقطة ورد مصطلح الكتلة الأكبر، أي أن هذا المصطلح يعمل قبل تكليف رئيس الجمهورية لمرشح معين لتولي منصب رئيس الوزراء. الآن بوجود رئيس وزراء تصوت على ثلثي حكومته تقريبا من قبل البرلمان، مكلف أيضا بإكمال الكابينة الوزارية، في هذا الوقت مفهوم الكتلة الأكبر قد تركناه وراء أظهرنا، لم يعد يعمل الآن إلا في حالة واحدة فقط، هي استقالة حكومة الدكتور عادل عبد المهدي، ومن ثم إعادة تكليف شخص آخر لتشكيل الحكومة. عندها نعود إلى مصطلح الكتلة الأكبر، من يشكله سواء البناء أو النصر أو غيرهم من الكتلة السياسية. طيب سيد طارق، يعني بالعودة إلى نقطة الصفر يعني وتقديم الاستقالة، كيف سيكون هذا المسار؟ عبر جمع تواقيع، عبر اتجاهنا إلى يعني المحكمة الاتحادية، كيف يمكن؟ يعني هذا الموضوع بالمناسبة الآن غير مطروح على الساحة أصلا. الاتفاق جرى كما تفضلت في بداية كلامك على أنه تم الاتفاق على التصويت على بقية أعضاء الكابينة الوزارية في غضون 4 أيام. الاستقالة تتم إما باستقالة الدكتور عادل عبد المهدي هو نفسه، أو بوجود رغبة من أغلبية نيابية بإقالة الحكومة. واعتقد ان ما درج عليه العرف السياسي في العراق منذ عام 2003 ولحد الان، منذ عام 2005 تحديدا ولحد الان، يعني لا يتضمن هكذا مفهوم ان جمع تواقيع لاقاله الحكومه. حصلت حادثه او محاوله واحده في ولايه المالكي الثانيه، ثم اجهضت بفعل التوافق الذي كلما ظهر خلاف بين الكتل السياسيه ينبري مصطلح التوافق للملمة الأطراف واستمرارية العمل الحكومي. طيب سيد طارق، يعني ما الحكم القانوني للحكومة الحالية؟ هل هي تسير بالمسار القانوني الصحيح في تطبيق كل ما عليها اليوم منذ بدايتها للآن؟ هل يمكن الطعن بأدائها اليوم أو ربما حتى بالتجاوزات على مثلا يعني تسميات لوزراء، أو حتى على عدم تطبيق رؤية حكومية، أو حتى عدم الخضوع إلى القانون في نقاط معينة كثغرة قانونية يمكن استخدامها اليوم في تقديم الاستقالة؟ يعني هنالك فرق كبير بين شرعية الحكومة وتقييم أدائها، هذا أمر وهذا أمر آخر. الحكومة الآن بتأكيد شرعية ودستورية، لأنه حتى عندما تم تجاوز مصطلح الكتلة الأكبر لم يعترض على ذلك أحد،
وافق الجميع على تولي الدكتور عادل عبد المهدي منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة. ثم صوت البرلمان على ثلثي أعضاء هذه الحكومة. طبعا المفترض أن الحكومة تطرح كاملة، ولكن كما جرت العادة أيضا عليه في العمل السياسي العراقي تكون هناك خلافات حول بعض المناصب. ما تم التصويت عليه من قبل البرلمان بالتأكيد يعطي شرعية قانونية ودستورية لهذه الحكومة، إقالتها يجب أن تتم بإحدى الطرق التي ذكرتها قبل قليل. طيب يعني سيد طارق، فقط للاستيضاح، يعني تحالف البناء يريد التصرف ككتلة أكبر، وأنه أيضا يذهب إلى البرلمان لاستكمال الكابينة الحكومية. برأيك التصرف ككتلة أكبر ليس له ربما يعني مسمى قانوني أو سند قانوني، ربما يمكن أن يلجأ إلى التواقيع. طيب هل يمكن اليوم إكمال الكابينة الحكومية في ظل هكذا تشكيك قانونيا، ربما حتى يتم رفع قضايا عفوا؟ لا، شوفي، من الممكن جدا إكمال الكابينة بطرح المرشحين والحصول لكل واحد منهم على أغلبية النقط زائد واحد. هذا أمر ممكن جدا، سواء كان هناك توافق أو حتى بدون توافق. هناك كتل سياسية ممكن أن تتفق على تمرير هذا المرشح أو ذاك. طرح تحالف البناء في الحقيقة أو الفتح طرح متخبط قانونيا، لا يمكن التكلم عن الكتل الأكبر بوجود حكومة قائمة ومصوت عليها وتكتس بالشرعية القانونية والدستورية. على تحالف الفتح إذا أراد أن يعتبر نفسه كتلة أكبر عليه أن يقيل هذه الحكومة، ثم بعد ذلك يعلن عن نفسه مع خلفائه على أنه كتلة أكبر تستحق أن يكلف أحد أعضائها بمنصب رئيس الوزراء. عدا ذلك هذا الأمر في الحقيقة أعتبره من أبواب الضغط السياسي للحصول على منصب، او ربما لتمرير السيد صالح الفياض وزير الداخليه، لا اكثر من ذلك. نعم السيد طارق المعموري الخبير القانوني، شكرا جزيلا لك. اعود لضيفي السيد مناف الموسى ومدير مركز بغداد للدراسات. سيد مناف، يعني يقول السيد طارق قانونيا يمكن في حاله واحده، هي باقاله الحكومه ومن ثم نعود الى نقطه الصفر باعلان الكتله الاكبر وتسير من جديد. برايك هل هذه ورقه ضغط سياسيه اليوم على سيد عادل عبد المهدي، على سائرون ربما لموافقه على كل ما يطلبه اليوم تحالف بناء؟ يعني بالتأكيد هي محاولة للضغط، لكن أنا أعتقد هي محاولة غير نافعة لسبب بسيط. يعني أولا السيد عادل عبد المهدي جاء مرشح تسوية، لم يأتي من قبل الكتلة الأكبر، ولم يأتي من داخل قبة البرلمان، ولم يأتي من رحم المكونات السياسية. بالتالي هو جاء نتيجة للضغوطات الجماهيرية التي تحدثنا عنها، وربما من أبرزها كانت تظاهرات البصرة وما تبع هذه التظاهرات والرسائل التي حملتها هذه التظاهرات من عملية إحراق بعض المكاتب للمكونات السياسية، في إشارة واضحة إلى رفض يعني عملية الإصرار على الإبقاء على الكلاسيكية النمطية التي كانت تسير بها العملية السياسية بعد 2003. هذه الرغبات التي جعلت المكونات السياسية تقلل من سقف طلباتها وتقبل بالسيد عادل عبد المهدي كمرشح تسوية هي أيضا عامل قوة بالنسبة للسيد عادل عبد المهدي، لأن بالنتيجة محاولة إجبار السيد عادل عبد المهدي على تقديم استقالته أو محاولة إقالة السيد عادل عبد المهدي، أي من المسميين سوف يدخل العملية السياسية في فراغ كبير لعدم وجود توافق حقيقي، وبالتالي سوف نعود إلى المربع الأكبر. وأنا أعتقد أن أكبر الخاسرين من هذه العملية هي سوف تكون المكونات السياسية التي تمسكت بالمناصب أو المكونات السياسية التي ما زالت
تغلب الرغبات الخارجية على الرغبات الداخلية. طيب سيد مناف، هل يمكن لأن تكون هذه القوى السياسية التي كانت تعتقد في فترة من الفترات بأن السيد عادل عبد المهدي لأنه شخص توافقي وليس بالانتخابات يمكن أن يكون أضعف من أن يتسم بهذه القوة اليوم بعد تشكيل حكومة وبعد سيرها بالمستوى القانوني؟ يمكن أنهم لمسوا هكذا نوع من القوة فأرادوا اليوم أن يلوحوا بهذه الورقة؟ يعني هو بالتأكيد الضغوطات كانت واضحة على السيد عادل عبد المهدي، وبالنتيجة يعني كانت الأسماء التي قدمت في الكابينة الأولى، يعني خصوصا كان هنالك عامل التوقيتات الدستورية الذي يحصل السيد عادل عبد المهدي لم تكن موفقة بشكل كامل، لذلك يعني لم يتم التصويت عليها بشكل كامل، وكان التصويت على النصف زائد واحد. الهدف هو إبقاء السيد عادل عبد المهدي و اعطاء فرصه لتغيير هذه الاسماء والتي كانت تحمل يعني اسماء عائليه وليست اسماء حزبويه بهذا الشكل. الان باعتقادي ان محاوله افشال السيد عادل عبد المهدي هو سوف يخلق ازمه سياسيه جديده في هذا الموضوع. السيد عادل عبد المهدي بعد ان يعني تجاوز اشكاليه المده القانونيه، اعتقد الان هو يستطيع ان يختار الفريق الاكثر انسجاما بعيدا عن هذه الضغوطات، بعيدا نعم تبقى التصويت على الكابينه مربوطه بالبرلمان مربوطه بهذه المكونات، ولكن يعني حتى وان بقيت هذه الوزارات يعني بدون تشكيل باعتقادي افضل من ان نختار اسماء يعني نندم عليها، وافضل من ان نختار اسماء يعني تريد الاستمرار في عمليه الفساد، الاستمرار في عمليه تحويل المؤسسات او الوزارات الى قطاعيات سياسيه لعوائل محدده او لمكونات محدده، وبالتالي نعود الى المربع الاول. كل هذه اعتقد عوامل قوه بالنسبه للسيد عادل عبد المهدي تمكنه من اختيار الاسماء والدفع فيها الى البرلمان. الحديث الان يعني ما يتم تناقله انه ست اسماء يعني ربما وصل التوافق عليها، هنالك اكثر من 40 شخصيه تم بعثها الى هيئه المساءله والعداله وتمت الاجابه على هذه الشخصيات. اعتقد ان السيد عادل عبد المهدي الان لديه سله جيده من الاسماء من الممكن ان يكلفها في الوزارات الباقيه، تبقى المشكله في الوزارات الامنيه وهي باعتقادي اهم يعني اهم الوزارات لعدة أسباب. أولا المؤسسة الأمنية كل المشاكل السابقة هي كانت مشاكل أمنية، وبالتالي نحتاج إلى أن تكون هنالك قيادات واعية ومدركة للخطر الذي يتعرض إليه العراق في قيادة هذه المؤسسة. ثانيا الاستقلالية عملية أساسية ورئيسية، وبالتالي يعني الحديث عن جلب أسماء حزبية أو أسماء تابعة لمكونات معينة أو تحت ضغوطات معينة باعتقادي سوف يفشل عمل هذه المؤسسات التي يفترض. يعني سيد مناف بطبيعة الحال تم الاتفاق على ترشيح السيد فالح الفياض للداخلية، ويعني بقى منصب وزير الدفاع للسيد يعني عادل عبد المهدي متروك له لحسم هذا المرشح. هذه كمعلومات أولية، وأيضا بحسب المعلومات بعد أربعة أيام سيتم الاتفاق وأيضا التصويت على يعني ما تبقى من الكابينة الوزارية. يعني الوقت يداهمنا سيد مناف الموسوي، اعذرنا، ولكن يعني هذا ما سمح به الوقت. سيد مناف الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات، شكرا جزيلا لك. بشكل كامل على السيد فالح الفياض، ولحد هذه اللحظة بالعكس هنالك ربما أكثر من اسم قدم مع السيد فالح فياض إلى رئيس الوزراء، لم يحسم هذا الموضوع لحد هذه اللحظة. استنوار. نعم، شكرا لهذه المعلومة سيد مناف الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات، شكرا. انهيار التحالف بين سائرون والفتح جاء متزامنا مع الدعوة التي وجهها المبعوث الأممي يانكوفيتش للأطراف السياسية العراقية بضرورة إنهاء ما وصفها بالنزاعات السياسية والتفرغ لتشكيل الحكومة بأسرع وقت. فما هي أبرز السيناريوهات المستقبلية لمصير الحكومة؟ نتابعها في هذا التقرير.
انقلاب قد يفجر المشهد السياسي ويعيدها إلى مرحلة الصفر من جديد. اجتماع لتحالف البناء انتهى بالاتفاق على توديع التنسيق مع تحالف سائرون والمضي في تشكيل الحكومة والتصرف ككتلة أكبر داخل البرلمان. فقد قال المراسل السياسي للشرقية إن التصويت على الوزارات الثمان المتبقية سيتم خلال 4 أيام في البرلمان العراقي بعد اجتماعات حاسمة عقدها تحالف البناء مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. الاجتماع الذي شارك فيه رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس حركة عطاء فالح الفياض وآخرون جرى الاتفاق فيه على ترشيح فالح الفياض للداخلية ونور الكربولي من الحزب الإسلامي للتخطيط وأصب الطائي من المشروع العربي للتربية ودار توفيق القريب من الاتحاد الوطني للعدل. على أن يترك لرئيس الوزراء اختيار أحد المرشحين لوزارة الدفاع. وكان رؤساء الكتل المنضوية في تحالف البناء عقدوا يوم أمس اجتماعا في مقر رئيس التحالف هادي العامري أكدوا فيه وجوب منح ممثلي الشعب في البرلمان التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية دون الخضوع لإرادات من خارج مجلس النواب. وأكد المجتمعون أن اختيار رئيس الوزراء للأسماء المطروحة في جلسة الثقة الأولى كان اختيار وطني دون الخضوع لأي إرادة خارجية، وأن الرفض الذي تحاول بعض الأطراف التلويح به يهدف إلى تعطيل الحكومة وإعادة العملية السياسية إلى المربع الأول. نفتح النقاش في ملفنا مع ضيفي سيد نجم القصاب الباحث في الشأن السياسي. سيد نجم أهلا بك معنا. ما الذي أزعج تحالف البناء اليوم حتى يريد التصرف ككتلة أكبر وأيضا ينهي التنسيق مع سائرون؟ ألم يكن الاتفاق ب يعني السيد الفياض للداخلية والدفاع يكون السيد عادل عبد المهدي حرا في ترشيح من يراه مناسبا؟ ما الذي أزعجهم حتى يتم الحديث بهكذا طريقة اليوم؟ يعني تحية طيبة لك ولكل كادركم ومتابعيكم الكرام. بالتأكيد هناك تسريبات هنا وهناك على بأن السيد الصدر سوف يقاطع الحكومة المقبلة ولا يصوت على ترشيح السيدين سليم الجبوري وكذلك السيد فالح الفياض، علما هناك كان اتفاق بين السيدين هادي العامري والسيد الصدر قبل الاتفاق على السيد عادل عبد المهدي ليصبح رئيسا لمجلس الوزراء، وبالتالي الاتفاق على ما يبدو لربما في اي لحظه ينهار لو فعلا كان هناك فرضا ورفضا، رفضا من السيد الصدر. كل الشخصيات التي تبوأت مناصب وزارية في حكومة السيد العبادي وغير العبادي بعدم منحهم أو جعلهم وزراء في حكومة السيد عادل عبد المهدي. وبالتالي السيد الصدر اللي ربما أعطى رسالة عن طريق التغريدات بأنه سوف يقاطع ويختار شخصيات من خلفية عسكرية أو أمنية قبل 2003 أن يكون ضابطا، هذا الذي يستحق أن يكون وزيرا للداخلية والدفاع أو قاتل تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة. لكن لحد هذه اللحظة كتلة البناء متمسكة بالسيد فالح الفياض الذي يمتلك مقاعد وانسحب من كتلة النصر وأعطى ما أعطى لكتلة البناء. هناك اتفاقيات بين السيد هادي العامري والسيد الصدر واتفاقيات بين السيد فالح الفياض وكذلك هادي العامري على أن ينسحب من السيد العبادي لكن يمنح وزارة سيادية هي منها وزارة الداخلية. طيب يعني سيد نجم، هل نستطيع أن نسمي ما يحصل انقلاب في داخل تحالف البناء يؤثر على التحالفين اليوم هما سائرون وأيضا يعني التحالف بين السيد الصدر والسيد هادي العامري وأيضا سينقلب على تشكيل حكومة بقيادة السيد عادل عبد المهدي؟ يعني شو ست انوار، يعني عندما كان الاختلاف على شخصية رئيس مجلس النواب عندما كانت سائرون والإصلاح لا ترغب بالتأييد أو التصويت للسيد الحلبوسي، لكن كتلة البناء اتفقت مع المحور ومررت هذه الشخصية. الآن اختلف الأمر لأن اليوم هذا تمرير السيد فالح الفياض بمثابة سيف ذي حدين، أما
أن السيد الصدر يمضي مع السيد هادي العامري بكتلتين كبيرتين داخل مجلس النواب، أما أن يكون انشطار وانقسامه مثل ما تعودنا وتعلمنا في الدورات الماضية 6 أشهر أو سنة، ومن ثم تكون انسحابات أو انسلاخات من هذا الطرف أو من ذاك. اليوم منصب وزارة الداخلية للسيد فالح الفياض لو فقط طرح الاسم في داخل مجلس النواب سوف يحصل، لم يحصل على أغلبية بسيطة وإنما أغلبية كبيرة، لأن الكثير سوف يصوت للسيد فالح الفياض. ولهذا السبب الشعور والإدراك لدى السيد الصدر ولكتلة الإصلاح بأن الكرة الآن ليس في ملعب البناء ولا في ملعب الإصلاح، اليوم الكرة في ملعب السيد عادل عبد المهدي. هل إن السيد عادل يجازف بالتحالف والإسناد والدعم الذي قدمه السيد الصدر أن يقوم ويمضي ليطرح اسم السيد الفياض، أم يبقى مترددا على ما يبدو السيد عادل؟ بداية غير طيبة، كنا نعول والناس تعول أن يكون أكثر حزما، أكثر رسما، أن يكون فعلا رئيس مجلس الوزراء ويكون الشخص الأول، لكنه متردد لأنه لا يمتلك الكتلة العددية ويتخوف أن يفقد الشريك القوي السيد الصدر الذي يمتلك الشارع ويحرك ومتى ما يشاء، ويتخوف أن يفقد السيد هادي العامري الذي يمتلك القوة والوجود والنفوذ. هذا يمتلك الشارع وهذا يمتلك القوة. أعتقد السيد الآن في إحراج وفي استدراج، في إحراج أمام الناس وفي استدراج من قبل الكتل. سيد نجيب، يعني هل سيتم حل الموضوع من قبل المرجعية إذن؟ هذه المرجعية التي دعمت حكومة سيد عادل عبد المهدي، دعمت المستقلين بهذه الحكومة، دعت إلى تصحيح المسار من خلال هذه الحكومة، هل يمكن أن يكون حل هذا الإشكال عند المرجع؟ عزيزتي أنوار، المرجعية دائما في طيلة الخطب الجمعة تارة على لسان الشيخ عبد المهدي الكربلائي وتارة على لسان أحمد الصافي الذين يمثلون حال المرجعية التي تمثلها داخل النجف الأشرف من قبل السيد علي السيستاني، لا يتحدثون في الجزئيات وإنما يتحدثون في الإطار الخارجي. هم تحدثوا مرارا وتكرارا بأن المجرب لا يجرب، يعني هذا الكلام الكل يعرف والكل سوف يفسر هذا الكلام بأن كل المسؤولين السابقين ليس لهم الصلاحية أو ليس لهم أن تمنح لهم وزارة ثانية. على سبيل المثال هناك وزراء قد نجحت في إدارة وزاراتهم في حكومة السيد العبادي، السيد محمد الشياع السوداني، السيد عرفان الحيالي، وكثير من الوزراء نجحوا، لكن الاعتراض ليس على عملهم وليس على شخصهم، الاعتراض بعدم تكرار التجارب السابقة لأن السيد. طيب سيد نجم، ولكن هل يجوز اليوم يعني الحديث عن شخص إذا كان من السيد الصدر أو حتى من السيد هادي العامري، شخص واحد يوقف الحكومة، يوقف حياة الحكومة، يوقف رؤية الحكومة من تنفيذها في هذه يعني الدورة، هل يمكن اليوم التمسك بشخص وحتى يكون هذا الشخص السبب في يعني سحب الدعم من السيد عادل عبد المهدي؟ هل يجوز ذلك في أي عملية سياسية يحق للسياسيين التلاعب بمصير المواطن العراقي إذا كان من الطرف السيد الصدر أو حتى من طرف السيد هادي العامري؟ يعني هي ليست جديدة، يعني تذكرين ست أنوار بعد الانتخابات عندما أعلنت نتائج الانتخابات، من الذي عطل مسار الدولة وتشكيل الحكومة؟ أليس رئيس البرلمان السابق قام باجتماعات ولقاءات وندوات في رمضان ودرجة الحرارة 50 ويحضرون أن تعقد جلسات مجلس النواب حتى تعطل نتائج الانتخابات، بينما في الأيام العادية
أو السنوات الأربعة لا يطالب بعقد جلسات مجلس النواب. إذن هذا التعطيل وهذا التبطيل لم يكن مفاجئا من قبل بعض السياسيين، سياسيين الصدفة، سياسيين الغفلة، سياسيين حظنا احنا كعراقيين جاءوا بنا من مشكلة إلى مشكلة ومن أزمة إلى أزمة. اليوم يتوجب على السيد عادل عبد المهدي إذا وصل الطريق مسدود أن يعيد نفس الشخصيات، السيد وزير الدفاع الحيالي ويعيد السيد وزير الداخلية بالوكالة بالتصويت لمدة سنة إلى أن تهدأ النفوس لتغيير الطقوس، لأننا لا نحتاج إلى أزمات يا عزيزتي، نحتاج إلى بناء، إلى صراحة. سيد إلى نجم، تم تمرير أول كابينة حتى كان فيها من الأسماء متهم بالفساد، متعاقد مع الإرهاب، له مسببات أخرى، له ملفات عند النزاع، تم الاتفاق عليه وتم تمريرها. لماذا فقط وزارتي الدفاع والداخلية؟ المشكلة الحقيقية مشكلة داخلية عراقية بين الكتل السياسية تريد فرض قوتها اليوم في هاتين الوزارتين، أم مشكلة دول تتدخل وهي من تريد أن تهيمن على وزارة الدفاع والداخلية في العراق؟ يعني أنا أتفق معك، هناك وزيران كتبنا مقالات وتغريدات على مواقعنا الخاصة، واحد منهم متهم بالإرهاب وكان يحرض الناس على قتل العراقيين، وكانت كل تغريداته وتهديداته طائفية، ومعروف لدى الناس ومعروف لدى الطبقة السياسية. رشح لأنه قريب من هذا الزعيم أو ذاك الزعيم السياسي الذي اتفق مع كتل أخرى. والآخر الوزير الذي أصبح متهم، مو متهم بالفساد وإنما أثبت الفساد بحقه، لكن هذه العجالة باختيار الشخصيات الوزارية وضغوطات الكتل، ومثل ما أشرتي الضغوطات والتدخلات الإقليمية والدولية والعقوبات الأمريكية على إيران لربما تحاول أن تتمسك بسين أو صاد حتى يكون قفزا على هذه العقوبات ويكون العراق الحديقة الخلفية لهذه الدولة أو تلك. نعم سيد نجم القصابة الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء.